السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، قد انتصف رمضان، نسأل الله جل وعلا يعني أن يوفق الجميع إلى كل خير وبر. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار. نسأل الله يعني أن يعيننا جميعا على إكرام هذا الضيف الكريم وعلى العمل بطاعة الله قدر ما نستطيع. نسأل الله في عليائه أن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات وما أكثر ذلك منا. إحنا الحمد لله على مشارف الانتهاء من الصوم ثم الاعتكاف، فنريد أن نسرع قدر ما نستطيع. نعم، سنة عبدالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب النية في الصيام. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري، وكما قلنا هو من الثقات الأثبات من فحول المحدثين من أهل مصر، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الله بن وهب الحافظ الفقيه السبت المالكي، عبد الله بن وهب روى له الجماعة. قال: حدثني ابن لهيعة. ابن لهيعة الخلاف فيه على أوج. طبعا ابن لهيعة ابن صالح المصري وثقه، ولذلك أحمد وغير أحمد، حتى الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند وكذا يرجح توثيق ابن لهيعة، يقول أحمد بن صالح المصري وثق، وبلدي الرجل أولى به أعلم به من غيره. والحق بأن أحمد بن حنبل كان حسن القول في ابن لهيعة، وكأنه كان حافظا، ولما احترقت كتبه حدث معه هذا الوهم. لذلك بعضهم يقيد يقول هو ضعيف إلا من رواية العبادلة الأربعة عنه، الذي يدين الله به بأن ابن لهيعة على الإطلاق ضعيف. ابن لهيعة على الإطلاق ضعيف، حتى رواية العبادلة الأربعة عنه هي أعدل من غيرهم، لكنها أيضا ضعيفة، وهو أيضا مدلس، يعني هو ضعيف وهو مدلس. هذا الراجح في الكلام على ابن لهيعة. قال: ويحيى بن أيوب. هو طبعا مقروءا بيحيى بن أيوب، هذا يجعل الحديث فيه الحسن، لأن هنا ابن لهيعة هو طبعا من قال بصحة الحديث يقول هذه من رواية إيش؟ أحد العبادلة، عبد الله بن وهب عنه، فما فيش إشكال عنده. لكن من قال بضعفه على الإطلاق هنا يجبره بأنه قد روى له مقرونا مع يحيى بن أيوب الغافقي المصري، وهو صدوق حسن الحديث. على الأقل هما الآن يرتكز أحدهم على الآخر فيرتقي للاحتجاج. نعم. قال: عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، وهو من الثقات الأثبات كما قال عنه الدارقطني، قال عبد الله من الثقات الرفعاء. نعم. عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله، وهو من الفقهاء السبع على قول من الأقوال، وهو من الدين والنبل بمكان، وقدمه بعض المحققين على نافع في ابن عمر، والحق بأنهما سواء، وهو ثقة ثبت من الخيار، روى له الجماعة. ومن أفضل ما يمكن أن يكون من مآثره عندما سألوه عن استخدام الطيب حين الإحرام قال: يجوز. قالوا: أبوك ينهى عن ذلك وجدك ينهى عن ذلك. قال: السنة أتبع، السنة ألزم، السنة أتبع، السنة ألزم، أنا ما أمرت باتباع أبي، وإن كان هو عبد الله بن عمر الأثري، ولا حتى جدي الذي هو عمر بن الخطاب الوزير الثاني للنبي. المسألة: وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. قال: حديث عائشة صحيح بأنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين إحرامي قبل أن يحرم، وحين حلي بعد الحل. نعم. عن أبيه رضي الله عنه. عن أبيه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العبادلة الأربعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. من لطائف الإسناد، حفصة هي أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. من لطائف الإسناد هذه من رواية الأبناء عن الأباء، ورواية الإخوة عن الأخوات، وأيضا رواية الإيش الأقران، لأن هذا من رواية ابن عمر وهو صحابي، ورواية عن حفصة وهي صحابي، فهذه لطائف الإسناد فيها. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر. من لم يجمع، الجمع هنا معناه جمع جمعية القلب، يعني العزم الأكيد على الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.
قال أبو داود رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، ووقفه على حفصة وأوقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن يعني رفع عبد الله بن أبي بكر الذي يروي عن ابن شهاب رفعه، وأصحاب الزهري إيش أوقفوا كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عنه. نعم. قال باب في الرخصة في ذلك. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن كثير كما مر علينا العبدي كثير من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال فيه الإمام الشافعي قال لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال حاء وحدث وحول الإسناد. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا وكيع التنين بن الجراح الرؤاسي من الثقات النبلاء روى له الجماعة جميعا عن طلحة بن يحيى. طلحة بن يحيى بن طلح فيه غفلة فيه خطأ يخطئ ولكن هو حسن الحديث على كل. عن عائشة بنت طلحة وهي من خيار التابعين وثقة لكن قال فيهم حتى قال فيها بعضهم كانت فائقة الجمال يعني كان هذا من التوثيق له. نعم. عن عائشة رضي الله عنها يعني هو يعني بيصف بهذا التوثيق فقال كانت فائقة الجمال وكأنه يقول يعني يمكن أن تكون توثيقا. أنا أدور بقى عليكم كيف يكون التوثيق. طيب خذ التوجيه صح صحيح هذا توثيق صح بدل الله تعالى قال أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين يبقى بدل ما تشغل بجمالها انشغلت بحفظها. هذا دلالة واضحة جدا أن جمالها لم يشغلها عن أن تتقن الحديث وهذا نادر 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 في النساء. ها نعم تفضل. عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرضاها وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي عائشة هي أعلم نساء العالمين وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لما سمع عمر بن ياسر رجلا من الصف عنده ما كان مع علي عندما خرجت عائشة والزبير وطلحة يسبها فقال أغرب منبوحا مقبوحا والله إنها لحبيبة نبيكم وزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن ابتلاكم الله بها تسمعون له أم تسمعون لا. المسألة المجتهد يصيب ويخطئ لكن القواطع في الوحي لا يمكن أن ترد. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال هل عندكم طعام فإذا قلنا لا قال إني صائم. زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فحسبناه الحيس هذا ما أدري كيف أصفه الحيس هذا كأنه شوف سم وأقط وتمر ولبن يعني هو خليط من هذا الباب وهم كان من أشهر الأطعمة عنده كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه جدا ويدخل فيه اللحم فالعرب لهم ما لهم من المزاجات والطبائع والصفات. صدقوني الراقية يعني العرب هؤلاء هم أنبل خلق الله على الجاهلية التي كانوا فيها لكن كانوا أنبل خلق الله فيهم صفات وسمات راقية جدا يعني ما يعني ترى أنهم كانت لهم الحمية وكانت لهم الرجولة والشهامة والمروءة. أبو جهل ما رأينا أحدا عاد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عاده من أبو جهل ولما أتى بالستة شببة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا علامة ننتظر ونقف كل هذا الوقت نتصور البيت وننزل نقتله. قال نحن جئنا لقتل محمد لا لنروع بناته محمد. أخلاقيات هذا عجب وعجاب لما تجد من هذه الأخلاقيات الموجودة في مثل أهل الجاهلية. أنت ترى في كثير من خلالهم وصفاتهم العجب العجاب في العدل وأيضا في الكرامة وفي الأخلاقيات وفي الكرم وفي الجود أشياء كثيرة جدا. قال زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فحبسناه لك فقال أدنيه. قال طلحة فأصبح صائما وأفطر.
قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الثقة الثابت رواه له الجماعة عن يزيد بن أبي وهو من الثقات أيضا من رجال الصحيح عن عبد الله بن الحارث وهو أيضا من الثقات من خيار التابعين عن أم هانئ رضي الله عنها أرضاه بنت عمة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قالت: لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا. قال الإمام رحمه الله: باب من رأى عليه القضاء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح هو أيضا مفخرا من مفاخر أهل مصر من النبلاء من الرفعاء ثقة ثبت. قال عن ابن الهاد يزيد بن الهاد أو شداد بن الهاد نعم عن زميل مولى عروة زميل بن عروة ثقة وإن كان بعضهم أيضا قد ضعفه بل قال بعضهم بجهالته بعضهم قال بجهالته ولذلك جعلوه تعصب به الجناية على تضعيف الحديث عن عروة بن الزبير عن عروة رضي الله عنه أرضاه وهو من الفقهاء السبعة كان نبيلا عابدا تقيا نقيا ثقة ثبتا فقيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن أهديت لنا هدية فاشتهينا فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما صوما مكانه يوما آخر. نعم الحديث الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا الحديث الكلام فيه كثير جدا في إسناده وفي متنه لأن الاختلاف ورد فيه اختلاف كثير على رفعه ووقفه وأيضا وصله وإرساله ولذلك اضطربت أقوال العلم في ذلك. فبعض العلماء قال بأن الصواب الوقف وبعض العلماء قال بل الرفع يعني وارد وأدلته كثيرة ولذلك تفرع عليه الاختلاف الفقهي بين العلماء. قال الإمام النسائي: الصواب عندنا وقفا يعني أن الحديث موقوف على عائشة وعلى حفصة وعلى ابن عمر رضوان الله عليهم ولم يصح رفعه ومدار رفعه على ابن جريج قال مدار رفع على ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر الذي روى عن ابن الزهري مع أن الدلقني قال عبد الله بن أبي بكر رفعه وهو من الثقات الرفعاء يعني ثبت لا يهم. وأيضا قال النسائي: أما حديث عبد الله بن أبي بكر فمن رواية يحيى بن أيوب الغافقي ويحيى بن أيوب كما قلنا يخطئ ولو أخطأ وضعفه حتى النسائي. قال: وأما حديث ابن جريج عن الزهري ليس بمحفوظ لأنه خالفه أصحاب الزهري كابن عيينة وغيره من الثقات الأثبات. قال: وحديث ابن جريج عن الزهري ليس بمحفوظ. البيهقي يرى صحة إسناده وكثير من العلماء صراحة يميلون إلى صحة إسناده. قال البيهقي: عبد الله بن أبي بكر رفع الإسناد وهذا الإسناد مريء بالثقات وعبد الله بن أبي بكر من الثقات الأثبات وزيادته زيادة مقبولة. وهذا الذي قاله الخطابي أيضا قال زاد عبد الله بن أبي بكر بأنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه زيادة ثقة وزيادة الثقات مقبولة. وقال الدارقطني رفعه عبد الله وهو من الثقات الرفعاء. وأيضا قال بعض العلماء منهم أبو داود قال رفعه عبد الله بن أبي بكر ومال إلى إثبات رفع عبد الله بن أبي بكر. فكل هؤلاء يرون تصحيح الإسناد ويرون ترجيح الوقف. وأما النسائي يرى تصحيح الوقف دون الرفع. وأيضا روى ابن ماجه قال أبو داود رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وقال أبو داود وقفوا على حفصة بنت عمر بن الخطاب معمر والزبيدي وابن عيينة يعني في رواية عن زهر ويونس الأيلي يزيد بن يونس الأيلي. وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وهو وجه عبد الله بن بكر على عن الزهري عن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه نافع عن ابن عمر من قوله يعني الترمذي يقول لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه
وقد رواه نافع عن ابن عمر من قوله. الحق أنه ورد عن ابن عمر عن حفصة مرفوعا، وورد عن ابن عمر من قوله من لم يبيت نية من الليل فلا صيام له. وأيضا قد روت عمرة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها واختلف عليها فيه، فقد رووه عنها موقوفا ورووه أيضا مرفوعا. قال الدارقطني جاء موقوفا وجاء مرفوعا من لم يبيت النية من الليل، أو من لم يبيت نية الصيام من الليل قبل طلوع الفجر فلا صيام له. قال تفرد به عبد الله ابن عباد عن المفضل ابن فضالة وكلهم ثقات، وغيره يرويه موقوفا عن عائشة. يبقى عبد الله ابن عباد وهو من الثقة، عن المفضل ابن فضالة ده من الثقات الأثبات. قال رفعه يعني رواه عن عائشة، وكانت رواه عن عائشة مرفوعا. قال وغيره يرويه موقوفا يعني جاء موقوفا وجاء مرفوعا. قد يجيب من قال بالرفع وإثبات الرفع، يجيب يقول الوقف لا إشكال عندنا فيه، لأن الراوي قد ينشط فيرفع، وقد يكسل فإيش فيوقف تورعا كما كان يفعل ابن سيرين رضي الله عن الجميع. فقالوا فليست إلا يعلي بها الحديث. الحق بأنك ترى الآن الخلاف عريض بين العلماء في مسألة الرفع والوقف. وإن كان الوقف أقرب إسنادا، فإن كان الإسناد على الوقف إسنادا أقوى أو أقرب، لكن الرفع لا محيد عنه، لأنه اتفاق بين ثلاثة من الصحابة حفصة وعائشة وابن عمر ولا مخالف لهم. وأيضا قد جاء بإسناد صحيح رفعه عبد الله بن بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستند جمهور العلماء الذين قالوا بأن وجوب الصوم بتبييت النية من الليل، وجوب الصوم لا يصح الصوم إلا بتبييت النية من الليل. حتى الأحناف الذين يقولون بعدم وجوب تبييت النية يقولون بصحة الحديث، لا يتكلمون عن الحديث. عامة المذهب الفقهي لهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قول المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بأن تبييت النية واجب، تبييت النية واجب لصحة الصوم، ومن لم يبيت النية فلا صوم له، من لم يبيت النية من الليل قبل طلوع الفجر فلا صيام له. واستدلوا على ذلك بحديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يعني الصيام لا يجزئه وإن كان يجب عليه الإمساك. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها من لم يبيت النية نية الصوم من قبل طلوع الفجر من الليل قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وأيضا ابن عمر قال من لم يبيت النية فلا صيام له، وهذه أدلة استدلوا بها أثرية. ومن النظر استدلوا بها قالوا النية بالإجماع شرط في صحة الصوم، النية بالإجماع لأن النية شرط في صحة الأعمال بأسرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا إجماع بين الجميع، أجمعت الأمة على أن العمل بلا نية لا يقبل عند الله رفعلا، لابد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مثلا أجمعوا جميعا على أن العمل بلا نية لا يصلح ولا يقبل عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا فإن كانت النية شرط في صحة العبادة فلابد أن تكون مصاحبة، ولا يصح أن يمر وقت عاري عن النية قياسا على الصلاة، قياسا على الصلاة لا يصح أنه في أول ركعة لم ينتوي وينتوي في الركعة الثانية، لا تصح الصلاة بحال من الأحوال، فلابد من مصاحبة النية قبل حتى الوقت، والشرطية يقولون قبل الوقت. فقالوا إذن هذه الأدلة على وجوب تبييت النية. القول الثاني هو قول الأحناف، وقالوا تبييت النية ليس بواجب، هو مستحب. وأولوا الأمر بقول السلام من لم يبيت النية أن هذا على الكمال، تفويت الكمال وليس على الأصل بل هو على الكمال. واستدلوا على ذلك بأدلة، قالوا والأدلة التي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة، والباب الثاني دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها فقال لها أين الطعام، فقالت لا طعام، فقال إذن أني صائم، فأنشأ صياما في النهار ولم يبيت النية. قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وإن قلتم بأن هذا في النفل نأتيكم بما يدل على الفرض، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء أسلم أتته فقال سلم صمتم، قالوا لا، قال إذن أمسكوا بقية يومكم واقضوا هذا اليوم. وأيضا قال من لم يأكل فليصم، في رواية قال من لم يأكل من لم يطعم فليصم، فأمرهم بالصوم نهارا، فإذا لا تبيت النية بالليل. هذا قول
يا الأحناف الذين قالوا ليس بلازم وليس بواجب. والصحيح الراجح من القولين قول الجماهير، وهذا لا محيد عنه، لا سيما بالتصريح الصحيح عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. وأما الرد على وطبعا النظر أقوى ما يكون من النظر بأن النية شرط في صحة الصيام، فلا بد أن تكون مصاحبة كالصلاة قياسا على الصلاة. أما الرد على أقوال الأحناف فإن الدليل الأول الذي قد استدل به الأحناف نحن نقول به بأن سلم لما دخل على عائشة وقال لها أين الطعام، قالت لا طعام، قال إذن أن إني صائم، فانتوى نهارا. نقول وهذا استثناء من عموم، فهذا تخصيص، والخاص والعام لا يتعارضان، يقدم الخاص على العام، لأن صوم النفل غير، هنا جاء التفريق بين صوم النفل وصوم الفرض، فهذا الكلام على صوم الفرض لا على صوم النفل، هذا الكلام على صوم الفرض لا على صوم النفل. فإذا الحديث الأول ليس لهم حجة فيه. الحديث الثاني الحجة فيه بأنه كان صوم فرض، بأنه كان صوم فرض، ولذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أمسكوا، فهنا أنشأوا صوما بالنهار. هذا الحديث مردود عليه، ليس لهم حجة فيه. كيف؟ لا لا لا، قال فمن لم يطعم فليصم. أنت ما سمعتش، أنت ما كتبتش هذه الرواية. قال فمن لم يطعم فليصم، هو قال إجابات سديدة. نعم، مقدمة المكانة كانت زيادة شاذ، يبقى أنت مع نفس القول هو الذي قاله. لا 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 لا، الإجابة دي بعيدة. لا لا لا، طيب احنا بنقول اول شيء، اول شيء يرد عليهم فيه ننازع في التأصيل، والمنازعة في التأصيل انهم لا يقولون، لا يستدلون بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يطعم فليصم، هم اصلا لا يقولون بذلك الا تفريعا على التأصيل الاول انه ايه كان واجبا، لانه فنحن ننازع في التأصيل، نقول ليس بواجب بل هو مستحب ولم يزل مستحبا، اذا لا دلاله لكم في ذلك، فان كان مستحبا يبقى هذا كان من النفل فيدخل في حديث عائشه الذي تكلمنا عنه، والخاص لا يعارض العام. اما اذا تنزلنا وقلنا بل هو على الوجوب لانهم يعتقدون وجوبه، فنحن لازم نكلمهم على اعتقادهم، فاذا تنزلنا وقلنا بالوجوب وكان واجبا قلنا ايضا هذا قياس الحاق مع الفارق، هذا الحاق مع الفارق. قالوا كيف واين الفارق؟ قلنا هذا موضع ضرورة غير مقدور عليه، الليل غير مقدور عليه، ونزاعنا في ليل مقدور عليه. مش مفهوم هذا الكلام؟ طيب هو هذا في باب الضرورة، والضرورات لا يلحق بها غيرها، الضرورات لا يلحق بها غيرها. قالوا قلنا بأن تبيت النية في ليل مقدور عليه، في ليل مقدور، أما هؤلاء خلاص الليل مضى فهو ليل غير مقدور عليه، فصارت من الضرورة، فلا يمكن أن تكون فاصلا في النزاع، فما زال النزاع موجودا، فلذلك يبقى الأدلة أو تبقى الأدلة عندنا سالمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، من لم يعني من لم يجزم تبيت النية من الليل فلا صيام له، فلا صيام. يتفرع عن هذه المسائل التفريعات صراحة، منها بعد الكلام على توقيت النية يتفرع عليها الفروع، منها أولا تعيين النية، تعيين النية هل يتعين النية أو يعني لا تتعين. تعيين النية معناها أنه إذا انتوى ينتوي أنها من رمضان، معنى تعيين النية يقول يعني في قلبه أنه انتوى صوم رمضان، ليست النية تجزئه إن انتوى قضاء أو انتوى كفارة، أو جاء يوم الاثنين في رمضان قال أنا انتوي صوم يوم الاثنين لأن السلام ولد فيه نفلا فلا يجزئه، فمعنى التعيين أنه يقول هذا الصوم لرمضان، هذا تعيين. وهذا اختلف فيه العلماء أيضا على قولين، هذا فرع عن أصل، بعدما قلنا بوجوب النية وتبيت النية تفرع عليه فرع بأن الجمهور قالوا لابد من التعيين أنه يبيت النية معينا أن هذا من رمضان، لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أكملوا بقى وجه الشاهد ها، وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا انتواه نفلا كان نفلا، انتواه فرضا كان فرضا، فإن انتواه نفلا في وقت الفرض لا يجزئه،
مفهوم؟ وإن انتواه قضاء عن نذر وهو في رمضان لا يجزئه، لأنه لا بد أن يكون فرضا عن رمضان، أن يكون النية فرضا عن رمضان. فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ، وإنما أسلوب حصر، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الأحناف أيضا خالفوا في هذا الباب وقالوا النية المطلقة تجزئه، يعني لو قال نويت صياما وانتهى تجزئه، سواء قالوا حتى ولو نواه نفلا وقع عن الفرض. مفهوم؟ طبعا العلماء الجمهور بعدما استدلوا بالحديث دلوا أيضا بالقياس، قالوا ولو قام يصلي صلاة الظهر نية فرض دون الظهر دون التعيين لا تصح، بالاتفاق الآن لأنها صلاة افتقرت إلى التعيين حتى لا تختلط بغيرها، يعني صلاة افتقرت إلى التعيين حتى لا تختلط بغيرها. وأما الأحناف فقالوا التعيين غير وارد غير واجب، وله أن ينتوي صياما فقط، ولو انتوى نفلا وقع عن الفرض، قياسا على طواف الزيارة. يعني لو طاف طوافا نفلا وهو لم يكن، لو دخل البيت وكان معتمرا وانتوى طواف النفل وقع عن ايش؟ ها وقع عن الفرض. طب ايش الدليل بقى يا شطار؟ صعب لحد يأتي بالدليل. هو معتمر زيد اعتمر ودخل البيت فطاف بالبيت نفلا، قالوا بالاتفاق يقع عن ايش؟ يقع عن طواف الزيارة، يقع عن طواف الفرض، فقالوا قياسا عليه. فما الأدلة على ذلك؟ يعني تحول الى وجوب، جيد، هو يعني مش كده بيستدلوا بيها بس، جيد جيد، لكن الدليل الأثري هو أن الرجل سمع ونسمع يقول لبيك عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال هذه عنك، ثم حج عن شبرمة. الآن هو بيتنفل غيره الآن، فقال هذه عنك ثم بعد ذلك حج عن شبرمة، فقالوا بأن يقع فرضا. كلام قوي، والصحيح الراجح وقول الجمهور، ولا بد من التعيين أنه انتوى أن يصوم من رمضان، انتوى أن يصوم من رمضان بنية رمضان، لا بنفل ولا بفرض. لقول سلم إنما العمليات إنما لكل امرئ ما نوى، ولأنه شرط في صحة الصوم، وأيضا خشية أن يختلط بغيره كفارة أو نذر أو نفل، فلا بد من تعيينه. وأما الرد على الأحناف، أولا الأحناف استدلوا، أول دليل استدلوا به هو هو القياس، ممكن نقول من الأثر، قالوا بالإطلاق كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن نحن نقول هذا الإطلاق مقيد بإيش؟ إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما القياس على طواف الزيارة فهذا قياس مع الفرق، الصوم لا يقاس على إيش؟ الحج. والصوم متردد، حق الصوم متردد بين حج وبين إيش؟ وبين صلاة، وهو أقرب إلى الصلاة منه إلى الحج. ولولا أن السلام قال حج هذه عنك ثم عن شبرمة ثم حج عن شبرمة لما قلنا به في التأصيل العام، لأن لكل امرئ إيش ما نوى، فصارت المسألة في الحج أمور خاصة تحدث، أمور خاصة تظهر في هذا الباب. أيضا من الفروع على هذه المسألة هو مسألة إذا قلنا بالتعيين، قالوا أيضا إذا قلنا بالنية، تبيت النية، هل تبيت النية في كل ليلة أو يجزئ في الليلة الأولى فقط؟ يعني لو جاء في الليلة الأولى وانتوى أن يصوم لكل رمضان أم لكل ليلة يبيت النية؟ طيب، فالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن لابد من نية لكل ليلة، في كل ليلة نية، بس حتى طبعا إذا كان بقى لأن التلفون البتاع يعني هذا الميكروفون في الخارج فلا نضيق على العوام يتعبوا من الكلام دوت، يقول لك طبعا احنا هنتوي كل يوم سحورك نية، القيام إلى السحور هذا نية، عشان ما لا نشوش على الناس، احنا بنتكلم في مسائل علمية فنشوش على الناس. فسحورك عندما تقوم تأكل أكلة السحر هذه نية، انتهى الأمر، في كل يوم بتأكل أكلة السحر فهذه إيش؟ النية المتوفرة لك للصوم، حتى يعني يبقى حق العوام أخذوه وحق طلبة العلم الآن نتكلم عنه. فقالوا هنا قالوا لابد من كل ليلة، من كل ليلة أن ينتوي، والدلال على ذلك نظر، لأنه عندهم أولا التأصيل إنما الأعمال بالنيات، يبقى لابد من النية، اتفقنا.
لكن ما في دليل تفصيلي يقول كل ليلة نية. نقول المسألة متفرعة على كل يوم عبادة مستقلة أم هي مرتبطة بغيرها؟ الشافعية والحنابلة يرون أنها عبادة مستقلة، والمالكية لا يرون ذلك ويقول أن نية في ليلة واحدة تكفي الجميع. طيب ماذا تقولون أنتم؟ هي مستقرة مستقلة أم هي منفصلة؟ ما هي مستقلة أم منفصلة؟ ما أنا قلت لك الصوم له ما له من الفضل. دكتور، هل هي عبادة مستقلة أم لا؟ أم هي مرتبطة بعضها ببعض؟ والدلالة لا يتكلم عندنا أحد إلا بدليل. ممتاز، يعمل إيه؟ لا مش كده، بس هو صحيح. لو فسد يوم لا يفسد اليوم اليوم الذي يليه؟ لو فسد يوم وصح يوم وفسد يوم لا يؤثر الصحيح على الفاسد ولا الفاسد على الصحيح؟ هذه دلالة أنها عبادة مستقلة، والصحيح الراجح أنها عبادة مستقلة. الحديث الثاني هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فطلب الطعام فقالت لا طعام، فقال أنا صائم فأنشأ صوما. فقالوا هذه دلالة على الرخصة في إيش؟ الرخصة في تبيت النية، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ودخل مرة ثانية كان صائما فأكل، فقالت خبأنا لك حيسا، فقال ائتني به أدنيه، فأتت بالطعام فأكله النبي صلى الله عليه وسلم وكان صائما بأبي هو وأمي. لا يمنع النفس ما دام الأمر يعني مستحب. في مسألتان، المسألة الأولى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل صائما فسأل عن الطعام فلم يرد طعاما، فلما لم يرد الطعام قال أدنيه، فقال إني صائم، فأنشأ صوما بالنهار، فأنشأ صوما بالنهار. فلما أنشأ صوما بالنهار قلنا بأن هذا الصوم بالنهار لم يبيت فيه نفسه لم النية، فالحق في هذا الباب أنه في النافلة، في النافلة فيصح في النافلة إنشاء النية في النهار. يعني لو نام الرجل لا يريد صوما فقام قبل الظهر ولم يرد طعاما قال إني صائم فهو صائم. والخلاف بين العلماء هل يعني الأجر تمام في كل اليوم أو من وقت النوى؟ الصحيح الراجع أنه من وقت النوى، من وقت النوى. والخلاف الثاني أيضا هو مسألة إنشاء الصوم قبل الزوال وبعد الزوال. أما قبل الزوال فقد اتفق الجميع في صوم النافلة أنه ينتوي الصوم من أول النهار، وأما بعد الزوال فالأحناف يقولون لا يصح الصوم بعد الزوال. لما ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص، والمستثنى لا يقاس عليه، والمستثنى لا يقاس عليه. وأما الشافعية قالوا إذا تمكنت العلة قلنا به، والصحيح الراجح بذلك التمكن العلة يبيح ذلك، لأن التأصيل العام في أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ صوما بالنهار هو التيسير، هو التيسير. فإن كان التيسير فالتيسير قبل الزوال يساوي التيسير بعد الزوال، ومع ذلك نقول أن أجره لا يكون إلا من وقت أن ينتوي. هذه المسألة الأولى في هذا الحديث. المسألة الثانية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فدخل فوجد إيش؟ فوجد الطعام فأكل، يعني أفطر بطواعية، أفطر طواعية. وهنا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على مسألتين، أن من أنشأ نافلة صارت واجبة بالشروع فيها، صارت واجبة بالشروع فيها، هذا عند المالكية وعند الأحناف. والدلالة على ذلك هم يستدلون على ذلك بقول لا يرفع ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، لأنه إذا شرع فيها صارت واجبة عليه، صارت واجبة عليه. والقول الصحيح الذي لا محيد عنه هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، قالوا الصائم أمير نفسه، والنافلة لا تنقلب فرضا بحال، النافلة أبدا نافلة لا تنقلب فرضا بحال، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير إيش؟ أمير نفسه. وحديث أم هانئ سهل يسير، إنها كانت صائمة فأفطرت فخشيت على نفسها فقال كان قضاء، قالت لا، قال إذن لا شيء، لا شيء عليك. يعني هذا تيسير من الأم، من نبي الأمة على هذه الأمة. فمن شرع مثلا في نافلة صلاة وأراد أن يخرج منها لأمر ما يخرج، وإن كان الأولى له والأفضل ألا يخرج، وإن كان صائما وجد طعاما يشتهيه فما استطاع الصبر عليه فله أن يأكل، وليس بآثم عند الله جل وعلا، بل أقول وله الأجر،
له أجر الصوم وخسر المضاعفة، لأن الإنسان قال من هم بحسنة فلم يفعلها فإيش؟ فاكتبوها له حسنة. ده هنا هم وفعل لكن تراجع، فالأجر له ثابت، نعم له أجر، لكن ليس كأجر الصائم أبدا، ليس كأجر الصائم. هذه المسألة. والمسألة الثانية مسألة القضاء، بأنه لا قضاء عليه، وهي متفرعة أن يكون واجبا أم لا. فالصحيح أنه ليس بواجب ولا قضاء، لكن الأحناف قالوا والمالكية قالوا عليه أن يقضي هذا اليوم، عليه أن يقضي هذا اليوم، واستدلوا على ذلك بقول السلام لا عليكما صوما مكانه يوما، أو قال اقضيا يوما مكانه، أو قال اقضيا يوما مكانه. فهو في الحديث الثالث، وهذا الحديث كما قلنا حديث فيه زميل وهو ضعيف، هذا الحديث حديث اقضيا يوما مكانه هذا حديث ضعيف والزيادة فيها ضعيف. والحق بأن الكلام فيه أيضا طويل، يعني العلماء تكلموا في هذه المسألة وأطالوا النظر في الإسناد، ومنهم من صححه حتى مال يعني متأخر الحنابلة مالوا إلى تصحيح الحديث. ولذلك في رواية عن أحمد بالقضاء بوجوب القضاء، في رواية عن أحمد بوجوب القضاء لحديث لا عليكما صوما يوما مكانه. الحق بأن هذا الحديث يعني روى النسائي، رواه النسائي حديث القضاء قال اقضي يوما مكانه، عن جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو، عن عائشة رضي الله عنها وارضاه. هذا مرصع بالثقات، هذا مرصع بالثقات. وأيضا تابع جرير، تابعه الفرج بن فضالة، عن يحيى، عن يحيى قال الدارقطني وهم جرير وفرج، وهم وهم الدارقطني على الرفع أيضا، وهم جرير وفرج وخالفهما. والحق أنهما يعني لا، ليس لنا أن نوهم هؤلاء إلا بمخالفة إيش الجبال. قال خلفهما حماد بن زيد وعباد بن العوام وأيضا يحيى بن أيوب، فرووه عن يحيى عن الزهري مرسلا، وقد رواه النسائي أيضا عن جعفر بن الزبرقان قال أخبرنا الزهري عن عروة بأن السلام قال اقضي يوما مكانه، أو قال اقضي يوما للغد، من حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. وجاء أيضا من رواية إسماعيل بن عقبة وصالح بن كسان كليهما أيضا عن برواية برفع أو بزيادة اقضي يوما مكانه. فهؤلاء سفيان وجعفر بن زبرقان وصالح بن كسان وإسماعيل بن عقبة ويحيى بن سعيد، يعني كل هؤلاء يعني رووا عن الزهري. الحق أنهم لما رووا عن الزهري اختلفوا فيه على الوصل وعلى الإرسال، وهناك ثقات قد وصلوا الحديث بأنه قال اقضي يوما مكانه، فمال كثير من الحنابلة على تصحيح الحديث، والحق أن الحديث ضعيف. الرواية الإرسال يعني تعل رواية الوصل، والصحيح السند ضعيف، لا سيما أن زميل فيه كلام وقالوا تفرد به ولم يتفرد لكنه فيه كلام، فالحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قول النبي صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانه حديث ضعيف لم يصح. فإذا عندنا الحديث القول القول الأول قال الأحناف والمكية عليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانه، لا سيما أنه قد نهى الله جل وعلا عن إبطال العمل وقال لا تبطلوا عملكم، فلا بد من القضاء وهذا من الأدب. وأيضا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقضي أو اقضي الغد. وأما المالكية أما الشافعية والحنابلة فقالوا لا قضاء، في الرواية الأخرى عنها فقالوا لا قضاء، قالوا لا قضاء، لأن الحديث أصالة زيادة القضاء ضعيفة أولا، والحديث لم يرد فيه أن السلام قال اقضي يوما مكانه، قال الخطب يسير أفطر أنت أميرة نفسك وأفطرت. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه، الصائم أمير نفسه أو المتطوع أمير نفسه، يبقى الصائم أو المتطوع أمير نفس، إن شاء صام إن شاء أفطر، ولم يأمر بالقضاء. وحديث أم هانئ حديث كان كالشمس أهو الآن أفطرت فقال لها كان قضاء، يعني لو كان قضاء عليك أن تقضي يوم مكانه وممكن تأسمين بذلك، لكن كان قضاء قالت لا يعني نفلا، قال لا شيء عليك، لا شيء عليك، ولو كان هناك قضاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والأدلة على ذلك كثيرة كما قلنا، قد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنقل عائشة أنه قد قضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إني كنت صائما قربي لي هذا الحيث،
فأكل النبي ولم يقضي يوما مكانه. يبقى هنا تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، ولو كان بيانا يكون بالقول أو بلسان، بلسان الفعل لا بلسان القول ولا بلسان الفعل، ولا أمر أم هانئ بقضاء اليوم، وكان وقال الأمر خطب يسير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان صائما ودعي إلى وليمة، قال تكلف لكم أخوكم، وأمره بالفطر ولم يأمر بالقضاء، أمره بالفطر ولم يأمر بالقضاء. وهذا الباب الذي سيأتي إن شاء الله مع الكلام على صيام الزوجة حين يكون زوجها حاضرا، وأن هذا لا يجوز على المرأة أن تصوم نفلا إلا بعد إذن زوجها، وأيضا بعد ذلك الكلام على الاعتكاف. بهذا نقول قد انتهينا من هذه المسألة التي هي من الأهمية بمكان مسألة النفل ومسألة تبييت النية. الفوائد المستنبطة، أولا الفوائد المستنبطة زيادة الثقة مقبولة عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم، ولذلك أخذ بها الدارقطني وقال هو من الثقات الرفعاء، رفعه. الفائدة الثانية سماحة هذه الشريعة، ليس التشدد بشيء. هلك المتنطعون، إن كان صائما وجد طعاما يشتهيه ويحبه، أراد أن يطعم يطعم، أراد الفطر يفطر، صلى نافلة طالت عليه أراد أن ينفرد ويسلم له أن ينفرد ويسلم. وهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه ييسر على الأمة. لذلك عائشة قال قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وقال إنما بعثت ميسرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يسروا ولا تعسروا. ولذلك قال هلك المتنطعون المتشددون. فإذا التليها تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأم هانئ ما قال لها إيش اقضي يوما مكان. الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. هذه الفائدة الأخيرة. الأسئلة تفضل. كده أربعة. ايه الجمال ده، ايه شفت شفت بقى الفارق بين نوم امس ويقظه اليوم. ها نعم، حق الزوج عظيم على المراه بانها قالت حبسنا حيثا ايش لك، وهذا فضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. القضاء مستحب، لكن ان لم يقضي ليس لازما وليس واجبا عليه. احنا بنتكلم النزاع هل يجب القضاء ام لا، اما اذا قضت فهذا مستحب وهذا هو الاول. عند الاصوليين وكثير من المتاخرين محدثين يرون ان زياده الثقه مقبوله مطلقا، وده قراره النووي ابن حجر والسخاوي والسيوطي، وده مش صحيح. عند المتقدمين زيادة الثقة فيها تفصيل، كما قال ابن الصلاح بيقول بنا إذا لم تخالف قبلت، وإن خالفت لم تقبل إلا إذا كانت مستقلة فتقبل. التردد، التردد في النية بعد الجزم لا شيء فيه، أما التردد دون الجزم لا يصح، لا ينعقد معه العبادة. جزم أنه صائم وتردد يفطر ولا يفطر، لا التردد هذا طرو التردد لا يؤثر في جزم النية السابق. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.